المحاضرة الثانية من الوحدة الأولى. الحين عندنا قطعة بتحكي عن السوشيال انجلش، اللي هي اللغة الإنجليزية، وحين عن اللغة الإنجليزية كيف استخداماتها اليومية في الحياة. في عادات وتقاليد عند في أوروبا وأمريكا، وهل نشوف العادات هذه ونشوف هل العادات هذه في لها مقابل عندنا أم لا؟ بولايت كاستومز بيج نمبر 9، هي العادات المؤدبة. While living in London, Ali noticed that British have the following customs. بينما كان علي ساكن في لندن اكتشف انه البريطانيين عندهم عادات، عادات التالية. Practiced in their everyday life. بيمارسوها في حياتهم اليومية. Study them carefully and see whether they are practiced in your Palestinian life or not. ادرسها بحذر جيدا وشوف هذه العادات تمارس في حياتنا، في حياة الفلسطينيين اليومية أم لا. First page number 9. Salesmen and saleswomen. إيش salesmen and saleswomen؟ البيعين والبيعات. Sale men and sale women. Call customers sir, ma'am, miss. Sir, ma'am, or miss. In some parts of the United Kingdom, people use these polite words more often than in other parts. في بعض أجزاء المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا تستخدم هذه الكلمات في مناطق أكثر من بعضها الآخر. Do people use them much where you live? هل عندنا بنستخدم الكلام هذا؟ لا بنستخدم. ما شفتش البياع بيقول تعال يا حجة، تعال يا حج، تفضل يا أبا، تفضل يا عم، تفضل يا خالتي، تفضل يا أستاذ. صح ولا لا؟ عندنا الكلام هذا موجود. موجود في كل العالم تقريباً. What polite words do people use to call each other in Palestine? إيش الكلمات بيستخدموها الفلسطينيين لما ينادوا بعض، البيعين ينادوا زي هيك، يا حج، يا حجة، يا عمتي، يا خالتي، يا أستاذ، إلى آخره. Second, gift giving. الحين إعطاء الهدايا. مثلا لعروسين جداد. For a wedding. The bride will have registered at one or two local department stores, indicating the items and styling she prefers. عند الأجانب الحين العروس إيش بتسوي؟ تكتب لستة من محلين، محل أو محلين في المدينة نفسها، عشان صديقاتها وقرايبها لما يشتروا من القائمة هذه من المحلين هذول. You can buy the couple a gift that is not listed, but most people buy something listed in the registry. أنت ممكن تشتري إشي مش موجود في القائمة اللي هي بتفضلهم أو محتاجيتهم. ممكن تشتري حاجة مثلاً أغلى، لكن معظم الناس بيشتروا إيش من القائمة. If you buy an item listed in the registry, be sure to tell the store that you are doing this, so that the couple doesn't receive duplicate gifts. الحين لما اشتريت من المحل قلنا ألف وباء، اشتريت مثلا خلاط أو مكواية للعروسين هذول، بتقول له والله هذول لفلان وفلان، يعني لو أجا واحد وراي بدي اشتري يقول له هذا أجتهم هدية، اشتري حاجة تانية. واضح؟ Is this system found in your culture? موجود عندنا الكلام هذا؟ لا، بس موجود بطريقة تانية. كيف؟ مثلا بيسأله مثلا بنت عمك اتجوزت، تتصل عليها او بنت اختك او الى قريبتك يعني عزيزة عليك، ايش يا فلانة ايش ناقصك في المطبخ؟ انا حاب اشتري لك
محتاره ايش اشتري لك، مكوايه ولا طنجره كهرباء ولا جره غاز ولا ثلاجه ولا غساله، حسب اللي هي ميزانيتك انت. فبتقول لك لا انا مثلا امي بدها تجيب لي مثلا مكوايه، انت جيبي لي مثلا جريل. هذا موجود، صارت هذه العاده موجوده عندنا، صح ولا لا؟ خصوصا انت بتعرف اكثر من الكلام هذا من الاسلام، لان كنت في الهدايا مين بيجي؟ الامهات والبنات. If you need help selecting a gift, talk to the sales person at the department store. بعض الأحيان لما أنت بدك تروح على المحل محتارة إيش تأخذ هدية، احكي مع البياع نفسه، بقول والله أنا بدي هدية، مثلاً إيش الهدية لمين وإيش المناسبة. يعني هدية عيد الميلاد مش زي هدية مثلاً زواج، مش زي هدية بيت جديد إلى آخره. Tell them about the person who will be receiving the gift and the reason for the gift. من تحكي له من هو الشخص اللي بده ياخذ يستقبل هذه الهديه، الهديه اللي له وايش سبب هذه الهديه. And they will help you find something appropriate. هو هيديك شغله مناسبه لهيك مناسبه. And within your budget. وحسب ميزانيتك. مثلا بدك هديه مثلا ب 100 شيكل، بوديك مثلا اكثر من شغله، مثلا خمس شغلات او 10 شغلات، هذه ب 100 شيكل، ب 200 شيكل مثلا ثلاثه اربعه، اختار اللي بدك اياه. Do you have this system in your country؟ برضه احنا بنسال البياعين وهم ايش؟ بيقولوا لنا هذه اصليه، هذه مش اصليه، هذه كويسه، هذه مش كويسه الى اخره. نمبر 3. Most British people hold the door open for the person following them. معظم البريطانيين بضل بمسك الباب، وإذا دخل مثلا محل أو أسانسير بفتح إذا في حدا وراه بضلوا ماسك له الباب، مش بيطلقوا في وجهه. They also hold the door open for someone who is carrying badges or is handicapped. وكمان بضلوا فاتح الباب لو واحد شايف واحد جاي محامل اكياس، يعني دي مشغولات، او واحد هانديكاب يعني مقعد معك كيس او قاعد على كروسه، فايش بضله فاتح له الباب عشان ايش يدخل. Is this custom practice in your native country؟ هذا الكلام بنطبقه عندنا، العاده موجوده هذه عندنا، اكيد موجوده. Do men usually hold the door open for women؟ هل عندنا الرجال بيفتحوا الباب للنسوين؟ صحيح. والسيارة كمان. Do women usually hold the door open for men؟ وهل النسوان بيفتح الباب للرجال؟ لا، ما عندهنش العادة هذه. Number 4. Most Americans eat 3 meals during the day. Breakfast, lunch and dinner. معظم الأمريكان عندهم 3 وجبات في اليوم، اللي هي breakfast, lunch, dinner. Breakfast begins between 7 and 8 a.m. Lunch between 11 and a.m. and noon للظهر. And dinner between 6 to 8 p.m. عندنا تقريبا نفس الشيء، حسب ما حد بيصحى من النوم، قلنا احنا عندنا من 8 ل 10 الفطور، من الواحدة للتنتين الغداء، من 8 للتسعة العشاء، أو بتحط ساعتين ساعتين ما فيش مشكلة حسب الواحد نظامه. On Sundays، Sundays عندهم العطلة، عندنا بتكون إيش؟ On Fridays. On Sundays brunch is a combination of breakfast and lunch typically beginning at 11 a.m. في عندهم كمان وجبة رابعة اللي هي البرانش، اللي هي اتحاد بين البريكفاست واللانش، اللي هي بتكون بين البريكفاست واللانش، اللي هي نحن بنقول عنها تصبيرة، تقريبا الساعة 10 اللي يكون صاحي بدري ويفطر الساعة 7، الساعة 10 بكون ايش؟ جعان، مش صابر انه ياكل، استنى الغداء. هذه بنقول عنها ايش؟ برانش، هذه الوجبة الرابعة اللي هي ايش؟ التصبيرة. Students often enjoy a study break or evening snack around 10 or 11 p.m. كمان عندنا في وجبات بياخذوها مين؟ الطلبة، خصوصا بين المحاضرات، بروح على الكافتيريا
بيكون له ساندويش صغير فلافل او الى اخره. وفي ناس مثلا اللي بدرسوا مسائي نفس الشيء، عندهم بريك او واحد بيشتغل عنده بريك عشاء او بريك غداء او بريك فطور بيوقف. Breakfast and lunch tend to be light meals. بالنسبة للأمريكان الفطور والغداء وجبات خفيفة. With only one course, dinner is the main meal. عندهم العشاء هو الوجبة الرئيسية. إحنا عندنا إيش هو؟ الغداء الوجبة الرئيسية. طيب، في شغلتين الواحد لما بدك تحافظ على صحة الإنسان، في نقطتين مهمات. تحافظ على نظام نوم صح، نظام غداء صح. يعني تستخدم برنامج صح، يعني النوم من 6 ل 8 ساعات يوميا، وبدري الواحد ينام، يعني مش بعد ال 12، يعني من ال 12، من ال 11 لل 12 ينام، يبدا ينام هيك انت. والفطور فطورك صح، تتغدى صح، تتعشى صح. Tell us about the timing of your meals. Do you have light meals? الحين توقيت الميلز تبعتك، الفطور والغداء والعشاء، مش صعب انك تقول انا بريكفاست من الساعه كذا للساعه كذا، الغداء من الساعه كذا للساعه كذا، العشاء من الساعه كذا لكذا. ايش الوجبات الخفيفه عندك؟ الفطور الغداء العشاء. الفطور والعشاء وجبات خفيفه، الغداء هو الوجبه ايش الرئيسيه. شوف الصفحه اللي بعدها. Most British people wait quietly in lines, ticket lines, cafeteria lines, etc. معظم البريطانيين بينتظروا في طوابير مثلا للتذاكر، طوابير التذاكر او طوابير مثلا في الكافتيريا او في البنك الى اخره، بيكونوا واقفين في طابور. في اليابان بيكونوا واقفين مثلا في سكة القطار، القطار هنا بيكون الناس واقفين طوابير فراغ، طابور فراغ عشان اللي نازل يمرق من بينهم وهم بعدين بيطلعوا. They try not to touch the people in front of them or in the back of them if possible. وكمان هم واقفين في الطابور بيحاول انه ما يلمسش اللي قدامه ولا اللي وراه، مش ملزقين في بعض. واضح؟ Is this custom practiced in Palestine? Sometimes. Not always. Most British smile a lot to be polite. معظم البريطانيين بيحاولوا يبتسموا عشان يبينوا انهم مؤدبين. الابتسامة بتدل على الأدب، وبرضه بتدل كمان على قلة الأدب اللي مش موقعها. يعني كل الناس عندهم عادات وتقاليد. However, they usually do not smile at strangers in crowded city streets or on buses or trains. لكن عادة هم بيبتسموش للناس الغرباء، خصوصا في المدن، في شوارع المدن المزدحمة أو في الباصات أو في القطارات. أنا بعرفكم، بعرفهم، مش قاعد يوزع ابتسامات لمين. Do people smile every often to be polite in your country? عندنا الناس تبتسم عشان تكون هي مبتسمة، شايفة كيف؟ بيبتسموا على اساس يكونوا ايش؟ انهم مؤدبين وكيوت. 3. If a friend has invited you to drop by. Drop by means visit. Page number 11. Number 3. If a friend has invited you to drop by anytime. لو واحد من اصدقائك عزمك انك تزوره، drop by يعني visit، اي وقت بدك انت رحب فيك اي وقت تزورينا. It is best to call before visiting to make sure it is convenient for them. من الافضل انك تتصل عليهم لما بدك تزور حدا، هل هو مناسب الكلام؟ ممكن يكون مش مناسب، ممكن يكون عندهم ضيوف، ممكن يكونوا طالعين، صح ولا لا؟ Do not stay too long since you do not want to overstay your welcome. بعدين لما تروح تزور مش طول عشان ما تكونش زيارتك طويلة.
طولش فترة الترحيب فيك، جيت قدمت لك شاي مكسرات عصير قهوة، وبعد هيك خلاص كافي what do is this available in your culture؟ موجود، خصوصا زيارة المريض، كمان زيارة المريض تكون ايش خفيفة. Number four. While listening to a speech. هين. قاعدين تسمعوا لخطاب. خطاب سياسي أو ديني. It is polite to sit quiet. من الأدب إن واحد يقعد هادي. At the end of the speech, everyone applauds. بعد نهاية الخطاب الكل إيش لازم يسقف، يعني احترام للي حكى. What do people do in Palestine at the end of a speech they like؟ ايش الفلسطينيين عندهم بيعملوا لما الخطاب ينخلص وهم حبوا الخطاب هذا، ايش بيعملوا؟ ابلوز او بيقعدوا يهللوا. What do they do if they don't like the speech؟ لو ما حبوش الخطاب ايش بيعملوا؟ بيشلوا امله. يا إما بقولوا آه والله كويس، اللي هذا بقول عنه كويس، وهذا بقول عنه لا والله ما فهمنا ولا حاجة. Number five. If you wish to thank the host for his or her hospitality. لو بدك تتصل على حدا عزمك مثلا الليلة الماضية على العشاء، بدك تشكره على حسن ضيافته، على كرمه. Hospitality الكرم. It is appropriate to call or send a brief written thank you note the next day. هنا من المناسب انك انت تتصل عليه ثاني يوم او تبعث له رساله تشكره على حسن ضيافته. What do they do? Sorry. How do you thank your host in Palestine? عندنا كيف تشكر المضيف تبعك؟ ايش؟ احنا على المطرح. الله يخلف عليك يا ابو محمد، الله يخلف عليك يا ضرب حمار، صح ولا لا؟ والله مثلا ممكن المدام تحكي مع المدام، والله الاكل ما شاء الله، او انت بتاكل والله الاكل ما شاء الله طيب، والله ما اكلتش مثلا اكل زي هذه نظيفه من زمان. في ايش؟ كلام مؤدب عشان ترفع من معنويات اللي قلت، عشان يقدر في المستقبل يعزمك مرة تانية. أما بتأكل عنده تقول والله الأكل مش مزبوط، والله عمرك ما أنت متعشي عندهم تاني، صح ولا لا؟ يعني من الأدب. حتى دائما الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما عيب طعام، عجبه بيأكل، ما عجبوش بيأكل خفيف، يقول الحمد لله شبعت، صح ولا لا؟ ستة. When you call someone it is polite to identify yourself. حينما تتصل عادة لأي حدا المفروض واحد يعرف عن نفسه. اتصل تليفون على حدا رد عليك مثلا واحد على صديقتك، رد عليك واحد آخر والله أنا فلان الفلانية، رد عليك أمها أو أبوها أنا فلان الفلانية ممكن أحكي مع فلانة. For example, if your name is John Smith and you were calling Robert Chin. انت حين اسمك جون سميث وبدك تتصل على روبرت تشين، you would say hello this is John Smith may I speak to Robert Chin please، انا فلان الفلاني ممكن احكي مع فلان. When you answer the phone، عاده لما واحد رن عليك تمسك التليفون، it is okay to answer just hello، اي احد مش بقول ايش hello. After your caller introduces himself or herself you would say one of the following. الحين لو اتصل عليك حدا وقال لك انا فلان الفلانيه، الحين بدك تجاوبي احدى الطرق هذه الثلاثه. Hi John this is Robert how are you. Hi John انا روبرت كيف حالك. بعدين تخش في الموضوع. Speaking ايش معنى speaking؟ يتحدث يعني بنفسه. بدي الدكتور سعيد المشخوي يقول له يتحدث معك.
أو ممكن أقول له روبرت شين سبيكينج، أو أنا اللي بتحدث. ممكن تقول I am sorry، هذا لو إنه رد بده واحد تاني، رد عليه واحد تاني I am sorry but Robert is not able to come to the phone right now، مش هقدر يرد عليك الآن. May I take a message، ممكن توصل له رسالة، تديني رسالة إله. معناته واحد اتصل بده أخوكي، أخوكي مش موجود في البيت، بعد ما عرف عن نفسه أنا فلان الفلاني، في إشي أوصل له إياه، بقول لك لا شكرا، أو قولي له يتصل علي لمن يجي. Do you do the same thing؟ معظم الأحيان نعمل. Number 7. It is not polite to call someone before 9 a.m. or after 10 p.m. unless it is an emergency. إنه من إنه مش من الأدب إنك تتصل على واحد بدري أو متأخر. بدري عندهم الساعة 9، إحنا عندنا بدري مثلاً الساعة 7. متأخر مثلا الساعة 11-12 هذا يعتبر متأخر، هذا قلة أدب فيها إلا في حالات طوارئ. The only exception، الاستثناء الوحيد would be if he or she told you it is okay to call earlier or later. عندك استثناء لما يكون صديقتك بتقول لك أنت صبح أي وقت تصل علي أنا بكون صاحية، أو تقول لك أي وقت في الليل الساعة 1 في الليل أنا بكون صاحي. في هذا الحالة تقدر تتصل عليها أي وقت في الحدود هذه. آخر إشي، If someone you know comes to you while you are eating، واحد أجاكوا على البيت وأنتوا كنتوا بتتغدوا، It is polite to offer to share your food، الأدب إنك تقول له تفضل تعال تغدى معنا أو تعال تفضل تعشى. However if you are eating a hot meal in a cafeteria you cannot share this hot meal with anyone. لو كنت أنت في كافتيريا وطالب وجبة، صعب يعني في معك ساندويش تقول له تفضل، وإذا كان قليل الأدب بقول لك آه خمش لي. When do people share food in your native country؟ عندنا متى الناس بتشارك الأكل؟ بيعزم بعض على الأكل؟ Anytime at home، أي وقت في البيت بيجيني إيش مين ما يجي إيش بقول له وأنا بأكل؟ كان فطور ولا غدا عشاء إيش بقول له؟ تفضل صح ولا لا؟ هذه كل هذا السوشيال إنجليش، كيف تتعاملوا في اللغة الإنجليزية مع بعض وكيف في الحياة. بيجيك في الامتحان النصفي والامتحان النهائي ترجمة، هاي ثلاث جمل من إنجليزي لعربي ومن عربي لإنجليزي. وفي الامتحان اللي بيجي من الكتاب، بيجيش من برا الكتاب، يعني في كل واحدة خمس جمل والواحدة الثانية خمس جمل، 10 جمل، بيجي منهم 4 أو 5. I am learning English because it is the first international language. آه علي صوتك ترجم تخافيش ايش في؟ انا اتعلم اللغه الانجليزيه. ايوه لانها اللغه العالميه الاولى. انا اتعلم اللغه الانجليزيه لانها اللغه العالميه الاولى. Muslims number 2 fast Ramadan pay alms and perform 5 prayers a day. مزبوط. المسلمون يصومون رمضان ويدفعون الزكاة ويؤدون 5 صلوات في اليوم. 3. He is reading an article about the negative consequences of the siege imposed on Gaza. ترجم عندك؟ والله بدي اخذ نظاراتك. He is reading an article، هو بيقرا مقال، article مقال، about negative consequences، consequences نتائج negative سلبية، of the siege، siege
اللي هو الحصار، هنأخذها ونأخذ معنا آخر إلى كمان قدام. سيج حصار. imposed مفروض on غزة، على غزة. هو يقرأ مقالة عن النتائج السلبية للحصار المفروض على غزة، مش قطاع غزة. إيش قطاع غزة بالإنجليزي؟ غزة إيش؟ غزة سيتي، مدينة غزة. والله هذا جديد، جاي من بريطانيا امبارح. تزعليش. غزة ستريب، مالكو غزة ستريب ما مرتش عليكم قبل هيك؟ ولا مع الكاميرا ملخمين شوية. الحين من عربي لإنجليزي. يلعب فريقنا الوطني المباراة الآن بروح معنوية عالية. فريقنا الوطني، مين ترجم لي إياها؟ ناشونال تيم. ناو هاي سبيد our Our national team is playing the match now with high spelling. جملة الثانية ترجمة translate. الصديق وقت الحاجة هو الصديق الحق. ومعنى آخر الصديق وقت الضيق. هذا مثل. إيش ترجمته؟ A friend in need is a friend indeed. هذه ايش لا صح واقوى. انت حاولتي يعني اذا عليها مثلا ثلاث درجات ممكن اديك درجتين. A friend in need is a friend indeed. خلينا نشوف اخر نقطة. صف بيج نمبر 13. عندنا كارد هنا بدي تعبى. هذا الكارد صفحة 13. هذا الكارد ممكن تستخدمه في لما تعمل سي في، تستخدمه في المطار، تستخدمه في القبول والتسجيل، أو مثلا في البنك بقول لك بدي معلومات عنك. خلينا نشوف الكارد. هذا الكارد كارت قبول وتسجيل في الجامعة الإسلامية في غزة. خلينا نقرأ كله. Do not write in this space. ما تكتبش في هذا المكان. قبل خلينا نرجع صفحة 12 تحت. المعلومات المطلوبة منك بتكون موجودة هي مرقمهن ومن 1 إلى تقريبا إلى 8. الاسم my name، واحد يقول my name، اسمك ايش بدك تكتب؟ اسمك ثلاثي أو رباعي حسب ايش المطلوب. مثلا نيفين محمود علي. I have brown hair. هذه معلومة زيادة. I am a woman.
ايش woman يعني ايش؟ امراه متزوجه. I am 26 years old والعمر تحدد. I am married. I am Palestinian جنسيتها. I am from Jerusalem مكان السكن في مدينة القدس. I speak English. I speak English يعني مع لغة الأم ايش تدرس؟ بتقرأ بتحكي انجليزي. خلينا نشوف الكارت تبع الجامعة الإسلامية. Do not write in this space معناتها ما تكتبش في هذا المربع، هذا المربع مش إلك، هذا مثلا للإدارة. أقصى اليمين فوق please attach photo ايش معناتها؟ ألصق صورة إلك في هذا المكان. The Islamic University الجامعة الإسلامية Admission and Registration Office مكتب القبول والتسجيل. Print or type do not write الطباعة بس، ما تكتبش يدوي، في بعض الأحيان بتكتب يدوي. عندنا النيم بيقسموه لثلاثة، last و first و middle. last و first و middle ايش اللاست؟ الاسم الأخير العائلة. الفيرست اسم الأول، الميدل اللي هو اسم الأب، زي مثلا قلنا نيفين محمود علي يصير علي نيفين محمود. Today's date تاريخ اليوم، تحط تاريخ اليوم مثلا 29/9/2022. النقطة اللي بعدها sex اللي هو الجنس، اللي هو ايش؟ male or female. في بعض الأسماء مثلا أنت لما تكون في دولة أجنبية لما تقول له هبة، هو ايش عرفه هبة؟ ذكر ولا أنثى؟ صح ولا لا؟ وأنتوا نفس الإشي لما أقول لك مثلا شاين، واحدة صينية بقول لك شين اسمها، ايش تعرفك إنها شين هذه ولد ولا بنت؟ إيج اللي هو العمر، تحط العمر مثلا 26. في نقطة تانية اللي هي المارشال ستيتس. مارشال هي مكتوبة بالخط ليش مش غامق، هي المفروض بالخط الغامق. مارشال ستيتس اللي هي ايش؟ الحالة الاجتماعية. ايش الحالة الاجتماعية؟ سينجل أعزب أو عزباء، صح؟ انجيج مخطوبة أو مخطوب. مارد متزوج أو متزوجة. خشينا على النكد. ديفورسد مطلقة. طب معلقة هايد. ويدو ايش؟ ويدو أرمل أو أرملة. واضح؟ في شيء تاني غير هيك ولا في شيء بتوين؟ لا، هاي المارشال ستيتس ايش بنكتب عقباله؟ سنجل، مارد، انجيجد الى اخره. ناشوناليتي ايش الناشوناليتي؟ الجنسيه. ايش بدك تكتب؟ فلسطينيان، ايجيبشن، جوردانيان، امريكان، بريتش. نيتيف لانجويج اللغه الام، ايش لغتك الام؟ عربيك. اوكيوبيشن ايش؟ اوكيوبيشن جوب اللي هو المهنه. ايش مهنتك انت؟ ايش مهنتك الحين لما تطالع الحيني بعد ما تخلص الكليه وتطلع مثلا على المانيا في المطار ايش بيقول لك مهنتك؟ انجينير ولا ستودنت؟ ممكن تكون انجينير ان شاء الله، لكن لو رايح تتعلم خلص توجيه ورايح تتعلم ايش بتقول؟ ستودنت. خلينا نشوف الأسئلة اللي عليها على
كارت هوا. What does please attach photo mean? Attach photo. What it does mean? A, B, C. A. اللي please put a photo of yourself here. ضع صورة إلك في هذا المكان. Two. Jane Stevenson has a husband. What will she put next to marital status? تحط married. B. Number three. What is the last name in the full name Michael G. Baker? Baker. What is the middle initial? Initial اللي اختصار الأوسط الاسم الأوسط في اسم مايكل جي بيكر اللي هو بي جي. جين ستيفنسون has no middle name or middle initial. ما عندهاش اسم وسط أو اختصار اسم وسط. What will she put on the form for middle name؟ في الحالة هاي تحط X لي B. هيك خلصنا، مكفي اليوم. يديك العافية.